مو يمزي السلام عليكم. كل شيء بخير. أمو هانيا صحتكم لاباس؟ وحشناكم بزاف. لا لا جداتكم لاباس، باباكم خالتكم جداتكم خوتي السلام عليكم بخير، شخباركم صحيحة الأمور هانيا؟ كيف كتشوفوا حنا في الكوزينة، والموضوع ديالنا أصلا كاين في الكوزينة اللي بغينا نجيبه لكم. شنو هو الموضوع؟ هي زيف. شنو هو هذا الزيف؟ لاش باغاه أنايا؟ غادي نسدل سفيان عينو. منين نسدل سفيان عينو غادي نعطيه خمسة ديال الحاجات غادي يذوقو. منين غيكمل هذاك الشيء ديال خمسة الحاجات غادي نجي أنا. منين غادي نجي أنا غادي ليا هادي في عيني، ومنين غادي ليا هادي في عيني غادي يذوق ليا خمسة الحاجات، ومنين غادي يذوق ليا خمسة الحاجات إلا ما جبتهم صلاح. خوتي مصيبة هادي جلاخة. خمسة الحاجات غتعطيهم ليا بيني وبينكم. انا غنطيق، هي غتقول لكم نديرو هادي ونديرو هادي وهادي وهادي. ما كاينش هادي وهادي، غنغمق عينينا. انا بيني وبينكم غنقول لكم علاش غنقلب على شي لعيبات. شوفوا حنا ما مسدفين حتى شي حاجه، ولكن انا في الكوزينه غادي نسدلو عينو، غادي نجيب اي حاجه في الكوزينه خاصني نوكلها له. الا عرفها راه محسوبه ليه خمسه، اللي جاب اكثر من عرف اكثر من الاخر غادي يتحكم، وهذيك الحكمه هي اللي عليها الفيلم كله. بيبقاو معنا ما نقولوا لكم والو. وكنبغيكم بزاف وكتسمحوا لنا. هادو عارفينها عارفينها بلا بيك. خوتي تسناو لا فيديو ما نطولوش عليكم. تبارك الله عليكم. ليتس جو. الله يحقك. وي لا حيت الله يعطيني الموت باش نعرف مستواك. المستوى ديالك. السلام عليكم. الا في شات واحد، الا في شات جوج، الا في شات ثلاثة. حل فمك مزيان، حلو حل فمك مزيان، ما تحيدهاش. حل حل زيد حل. يا دوق هذه شنو لا دي ونيس اش كنضحك فيك. يلا سير هاوني. شنو هذا؟ انت اللي مصيبه. لا ما نسمحش لك يا ويلي. يلا ما ندير كتشوف؟ والله ما كنشوف. اه ولا وشو علاش كتهز عينك؟ علاش؟ نضحك. لا ما تضحكش. يلا حل فمك. وحل. توما. ها واحد. ولكن ما مضغتيهاش. ما حماقيتي نبدا غير حالي راه طلعت مزلافي. واخا انا خويا تكيسي واخا هكا مالي. واش اختي غندير لها البطايا؟ ايوا واحد جوج بلاتي واحد جوج حل صعب باش نجي قديك الكاميرا. يلا حل فمك. حل حل ويلا خوش. حل حل حل. زيت البلدية. لا خسرتي والله تخسرتي، والله تخسرتي بالله ماشي البلدية. يا ريا صاحبي حرام عليك، رواتيني وحق الله. وميمتي يا لي وخا كيك ما ضريتكش انا بزاف. ها؟ والله ما ضريتكش. غنلصق لك هاد الكوب.
تلصق في الحيط. يلا سد المنخار ديالك وقف هنا. واحد جوج. حل لا ما معاك حل وحل ويلي وحل حل 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 يلا سير سير يلا يلا دابا هادي الثالثة هادي الرابعة هادي الرابعة الثالثة دابا جوج جبتهم وحدة ما جبتهمش كاينة الثومة الزيت و الثومة والزيت النايحة ديالك ونسكافي دابا يلا حل حل شي حاجة مضرة للصحة لا دوق مزيان هادي اللي ما قلتيش عاد تمشي شنو كوغان ناري سفيان والله ما نسمح لك اسكت هذي هو يلا حل داك الفويا حل داك الفويا عندك الفويا يلا حل مشكلة اخوتي حطيت هادي تحت من الستان ديالي عرفتي هنا في هاد العروق هادو واخا لاله فائزه ماتي كنحاول بغيت نقول نشوف سدني فك في زبالك عليا بسدني فيه ولا سد حل حل فمك مزيان مزيان حل فمك دوق شنيا تسناو الحكمة تنوجدو ليها وغادي نديرو عاوتاني بلاي قالت لك اسيدي انها خاصني صوب لها الصالاد باش تاكلها إيوة شو الحكمة عطو ما تحكم عليا حاكم عليا باش تاكل المهم خوتي خصو يصوب واحد الصالاد زوينة ويصوب لها احسن ديزاين هنايا ما كاينش شي حاجات بزاف عليكم الله
تشموا اش ما يتقطعش والله تا يبقى الطياره الجايه تبداو الفلوته. المهم خوتي دوزنا معكم سوايع زويونه زويونه بزاف، الله يحفظكم بزاف، اي لوف يو سو ماتش، ما نطولوش عليكم ان شاء الله قريب بعد غدا غيتحط واحد الفيديو اللي واعي واعي ان شاء الله بحول الله، ديجا عندنا كيخصو غير يكمل في المونتاج يكون زوين. بيزو كنحماقو عليكم تشاطشاو. نويتك انا يا الاحلال وانتي مازال تبحال الهبال، عيبي انا صنتي مبطال لا تقوليش لبنات قلال، نويتك انا يا الاحلال وانتي مازال تبحال الهبال.